اهلا بحضراتكم في حلقه جديده من صباح اون تايم. والحقيقه ان من فجر امبارح، من فجر السبت لحد النهارده، ما فيش حدث ولا حديث بيعلو على الحزن اللي اكيد بيخيم على الوسط الرياضي وعلى الجمهور المصري كله بشكل عام، بعد ما فقدنا المغفور ليه باذن الله احمد رفعت. انا عايزه اتكلم سريعا عن التفاعل الكبير جدا اللي شفناه في الوسط الرياضي امبارح مع رحيل الخلوق الشاب احمد رفعت، واللي طبعا زي ما حضراتكم كلكم عارفين انه توفى يوم السبت صباحا او فجر يوم السبت. الخبر ده كان مؤلم بشكل كبير جدا، خبر حقيقي احزن الوسط الرياضي كله بصفه عامه والجمهور المصري كله بشكل كبير جدا. الحقيقه ان حاله الحزن الكبيره جدا اللي احنا شفناها امبارح دي، شفناها على وسائل التواصل الاجتماعي، وكمان شفناها عبر شاشات التلفزيون، بتقول ان اللاعب ده حقيقي كان بيمتلك رصيد كبير جدا جدا من الحب والاحترام. وبنقول ان دايما عملك الصالح وسيرتك الطيبه هي اللي بتقعد ليك، هي اللي اكيد بتستمر مع الناس بعد كده. امبارح كل محبين احمد رفعت، كل واحد بيفكر يعني بيفتكر موقف بيجمعه باحمد رفعت، اتكلم وكان متاثر جدا جدا جدا. كل واحد كان بيحكي حكايه بشكل مختلف، كل واحد كان ليه قصه يعني فيها حاجه حلوه بتجمعه باحمد رفعت كان بيتكلم عنها. شفنا حضور كبير جدا في الجنازه من محبين احمد رفعت، شفنا كمان مشاعر حب حقيقيه، مشاعر حب كبيره، حاله حزن عمرنا ما شفناها قبل كده. كل فرد في المنظومه الرياضيه امبارح عبر قد ايه الخبر ده كان بيوجعه فعلا. وبنتمنى ان شاء الله احنا الفتره اللي جايه دي يعني نقدر ان احنا نتخطى اللي حصل ده باهتمام اكبر بصحة اللعيبة، يكون في ملف بيتفتح بيخص صحة اللعيبة وسلامة اللعيبة، وتكون دايما موجودة هي في المقام الأول. ربنا يرحمه أحمد رفعت ويسكنه فسيح جناته إن شاء الله. امبارح شفنا الاستاذ وليد دعبس رئيس نادي مودرن سبورت وهو بيتكلم وبيقول ان احمد رفعت كان بيتمتع اكيد بحب كبير جدا، بمحبه من كل الناس، واتكلم طبعا عن قد ايه هو بيواسي والدته واهله. وقال كمان وليد دعبس امبارح احمد رفعت عقده لسه مكمل معانا، وكمان هندي لاهله قيمه العقد كلها لغايه نهايه العقد، وهو ابن من ابناء نادي مودرن. واتكلم برضو وقال ان هو صادف احمد رفعت من 10 ايام، كان موجود في استاد القاهره وكان سعيد جدا ان هو شافه، وكنت عارف قد ايه يعني الموضوع صعب جدا ان هو يمارس كره قدم مره تانية، واتكلمت معاه وقلت له ان الاهم هو ان يكون متواجد معانا. قال كمان انا مش عارف هل الزياره دي كانت زياره الوداع، ما كانش فيه اي سبب ان هو يزورنا احمد رفعت في الوقت ده، ولسه متبقي في عقده موسم اضافي بخلاف الموسم الحالي، ومش هنتاخر باي حاجه عن اسره احمد رفعت حتى في حاله انتهاء عقده مع النادي. الكل اتعرض لصدمه كبيره جدا من خبر وفاه احمد رفعت، وانا مش شايف اي تصرف سلبي من احمد رفعت طول فتره التواجد بتاعته جوه النادي وهو من اسره محترمه. دي كانت التصريحات الخاصه بالاستاذ وليد دعبس رئيس نادي مودرن سبورت.
ربنا يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته ويتولى أهله ويرزقهم الصبر والسلوان إن شاء الله. الحقيقة إن إحنا شايفين وإحنا حاسين ولمسين وجع الجمهور على أحمد رفعت، والحقيقة برضو إن إحنا كمان موجوعين عليه زيكم وأكتر، لكن هي دي سنة الحياة، كل يوم بنفقد حد غالي جدا وحد عزيز جدا علينا، بس الحياة لازم تمشي، الحياة لازم تستمر. حضرتك هتنزل هتروح الشغل، تروح الجامعة، تروح المدرسة، هتنزل تروح التمرين، وإحنا كمان هنا لازم إن إحنا نكمل شغلنا، هي دي طبيعة الحال، ده حال الدنيا. ربنا يرحمه ويغفر له ويحسن إليه ويصبر أهله. تعالوا نروح للمسابقة المحلية، نروح لدوري النايل. وامبارح بدأت الجولة الـ30، طبعا تم تأجيل مباراة المقاولين العرب مع مودرن سبورت، وده طبعا بسبب الخبر المؤلم المفجع والمحزن، وفاة أحمد رفعت امبارح. ولعبنا امبارح مباراتين بس، الأولى كانت بتجمع ما بين سموحة مع أمبي في استاد اسكندرية، وانتهت بفوز غالي جدا لنادي سموحة بهدفين دون رد سجلهم الحبيب أحمد حسن في الدقيقة 70 من عمر المباراة، وبعد كده أضاف فادي فريد الهدف الثاني في نهاية المباراة عشان يرفع سموحة رصيده للنقطة الـ42، وهو في المركز الخامس من 28 مباراة، متبقي له 6 مباريات على نهاية مبارياته في المسابقة. في المقابل توقف رصيد أنبي عند النقطة الـ42 من 29 مباراة في المركز السادس، ولسه متبقي له 5 مباريات. أما المباراة الثانية فجمعت ما بين زد أف سي مع البنك الأهلي، انتهت بفوز غالي جدا بالنسبة للبنك الأهلي بهدف دون رد سجله نجمه سعيد وسمبري في الدقيقة الـ72 من ضربة جزاء عشان يطمن بشكل كبير جدا البنك الأهلي ومدربه كابتن طارق مصطفى على التواجد في دوري النايل في الموسم اللي جاي، لأنه رفع رصيده للنقطة الـ33 من 29 مباراة. في المركز الـ12 متبقي له لسه 5 مباريات، لو كسب مباراة واحدة بس خلاص كده هيضمن ان هو هيكمل في الدوري المصري الممتاز دوري النايل، وهو يستحق الحقيقة لانه فريق كبير، والنادي ومجلس الإدارة اكيد كلهم عملوا مجهود كبير جدا من بداية الدور الثاني عشان يقدروا ان هم يحافظوا على البقاء في دوري النايل في الموسم المقبل. في المقابل بقى شفنا بيتوقف رصيد نادي زاد عند النقطة الـ41 من 27 مباراة في المركز السابع مع المدرب كابتن مجدي عبد العاطي. النهاردة كمان هيكون عندنا 3 مباريات في استكمال مواجهات الجولة الـ30. هيكون في لقاء بيجمع بلدية المحلة مع المصري بورسعيدي الساعة 4 العصر، والساعة 7 الزمالك مع الإسماعيلي، وفي نفس التوقيت الجونة هيكون على موعد مع سيراميكا كليوباترا. تعالوا نشوف سريعا مع حضراتكم تقرير عن مباريات النهارده في الدوري ونكمل بعد كده مره تانيه. تستكمل اليوم منافسه الجوله الـ30 من دوري نايل والتي بدات امس السبت، حيث يلتقي بلديه المحله مع المصري والزمالك مع الاسماعيلي والجونه مع سيراميكا كليوباترا. البدايه مع مواجهه استاد الجيش ببرج العرب، حيث يلتقي بلديه المحله نظيره المصري البورسعيدي في مباراه لا تقبل القسمه على 2 لابناء محافظه الغربيه اللذين يعانيان بشدة هذا الموسم، حيث توقف رصيد بلدية المحلة عند النقطة 23 من 28 مباراة، متبقي له 6 جولات على النهاية، ويتعين على المدرب أحمد كشري الفوز في 3 أو 4 لقاءات من أجل ضمان البقاء في مسابقة الدوري الموسم المقبل. في المقابل يعيش لاعب النادي المصري موسما ولا أروع، حيث يحتل أبناء المدرب علي ماهر المركز الثالث برصيد 48 نقطة جمعهم من 28 مباراة، وضمن مشاركته في البطولة الكونفدرالية الموسم المقبل. وعلى ملعب خير بشرى بمدينة الجونة، يلتقي الجونة صاحب الأرض مع سيراميكا كليوباترا في مباراة عنق الزجاجة للفريق الساحلي الذي تراجعت نتائجه في الفترة الأخيرة وتوقف رصيده عند النقطة 31 جمعهم من 29 مباراة، ولم يعرف أبناء المدرب علاء عبد العال الفوز في 10 جولات الأخيرة، حيث خسر في 7 مباريات وتعادل في 3، وكان آخر فوز على حساب الاتحاد السكندري بتاريخ 27 من إبريل الماضي. في المقابل عادت عجلة الانتصارات مرة أخرى لسيراميكا كليوباترا في الجولة الأخيرة على حساب النادي الإسماعيلي بهدف مهاجمه أحمد ياسر ريان، رفع بهم رصيده للنقطة الـ40 من 28 مباراة،
ويأمل رفاق المدرب أيمن الرمادي في إنهاء الموسم في المربع الذهبي قبل أن يدخل أحد أهم اختبارات الموسم أمام طلائع الجيش في نهائي كأس الرابطة المصرية للمرة الثانية على التوالي. وعلى ملعب استاد القاهرة الدولي تختتم مباريات اليوم بمواجهة كبيرة تجمع الزمالك مع الإسماعيلي في كلاسيكو معتدل للكرة المصرية، حيث يدخل أبناء ميت عقبة مباراة الليلة بدوافع جديدة بعد التعادل الأخير أمام فاركو بهدف لكل فريق رفع بهم رصيده للنقطة 38، جمعهم من 23 مباراة، وما زال متبق للفريق 11 مباراة. وبالطبع يأمل نجوم القلعة البيضاء في ترك انطباع جيد أمام الجماهير في الرمق الأخير من مسابقة الدوري. في المقابل يسعى دراويش للخروج من دوامة النتائج السلبية بعد الخسارة الأخيرة أمام سيراميكا كليوباترا بهدف دون رد، وقبلها الخسارة بنفس النتيجة أمام المصري البورسعيدي، جعلت رصيد الفريق يتوقف عند النقطة 31 من 29 مباراة. ثلاث مواجهات خارج التوقعات في الجولة 30 من دوري نايل، فلمن تبتسم الساحرة المستديرة اليوم؟ وعبر الهاتف بينضم لينا سيادة اللواء أشرف نصار رئيس نادي البنك الأهلي. أهلا بحضرتك، برحب بيك معانا في صباح أون تايم. ربنا يخليك يا شيما، متشكر جدا إن أنا موجود معاكي ويوم سعيد إن شاء الله. ده شرف ليا يا سيادة اللواء. ربنا يخليكي، ونقدم العزاء للرياضة المصرية وكرة القدم في وفاة أحمد رفعت، ويعني بندعو الله أن يلهم أهله وزويه الصبر والسلوان إن شاء الله. اللهم أمين، اللهم أمين. وإحنا بنعزي نفسنا وبنعزي أكيد الجمهور وحضرتك وكل يعني العاملين في المنظومة وكل الشعب المصري اللي أكيد اتأثروا بشكل كبير جدا وبشكل مؤلم جدا بعد وفاة الراحل المغفولي بإذن الله كابتن أحمد رفعت. خليني أقول لحضرتك في البداية، أكيد نتيجة مميزة امبارح على فريق زد أف سي، وأكيد كمان نتيجة امبارح دي ليها معنى كبير جدا ومهم جدا، هو البقاء في الدوري المصري ممتاز بإذن الله في الموسم القادم. شغل كبير جدا عملته الإدارة بداية من الدور الثاني، شفنا كمان أداء رائع لفريق النادي البنك الأهلي تحت قيادة كابتن تامر مصطفى. الحمد لله يا سيما، طبعا احنا كان وضعنا لا يليق أبدا بالشغل اللي بيتعمل ولا بالجهاز الفني ولا بالسكواد اللي موجود. الحمد لله قدرنا ان احنا نتجاوز المرحلة الصعبة، ويعني آخر ثلاث ماتشات الحمد لله فوز وصلتنا للنقطة 33، طلعتنا مركزين للمركز ال 12، متبقي لينا خمس مباريات إن شاء الله بنحرص إن احنا يعني نجمع ال 15 نقطة أو أكبر عدد ممكن منهم، بحيث إن احنا يعني ننهي الموسم في مكان يعني يليق بينا في الجدول إن شاء الله. صحيح. خليني أسأل حضرتك يا سيادة اللواء، حضرتك في بداية الكلام قلت لي إن كانت النتائج لا تليق أبدا لا بالسكواد ولا بالنادي ولا بالإدارة الفنية ولا بالأجهزة اللي موجودة جوه النادي. هل سيادة اللواء أشرف نصار عنده خطة جديدة للموسم القادم بإذن الله؟ يعني خلاص إحنا شبه متأكدين إن شاء الله إن نادي البنك الأهلي هيكون مستمر في دوري الأضواء للموسم المقبل لأنه حي يستحقه. هل في خطة جديدة بالنسبة لسيادة اللواء أشرف نصار عشان يكون نادي البنك الأهلي في الموسم المقبل إن شاء الله موجود في المكان اللي يستحقه من البداية؟ ان شاء الله احنا هنقعد مع الكابتن طارق عشان نشوف رؤيته ايه بالنسبة لأي صفقات جديدة مطلوبة بالنسبة للموسم القادم، ومن بدري ان شاء الله. يعني احنا دايما بنشتغل بنكسب وقت بحيث ان احنا يعني نبدأ في المراحل بتاعة الاعداد للموسم الجديد، وخاصة ان لغاية دلوقتي يمكن الشكل بتاع الموسم الجديد مش واضح، ولكن احنا يعني بنشتغل وبنبقى مستعدين علشان لا نكرر المعاناة اللي احنا شفناها في الموسم الحالي. ست اللواء خليني اسال حضرتك، يعني زي ما احنا شايفين ان الموسم اللي احنا فيه دلوقتي الموسم الحالي شايفينه مضغوط بشكل كبير جدا، في حاجات كتير جدا، في ارتباكات كتيره جدا، في مشاكل في المواعيد بشكل كبير جدا، واحنا يعني الناس كلها بتبتدي دوري واحنا بنكون لسه ما خلصناش الدوري المحلي بتاعنا. في الفترة القادمة أو لو تم مناقشة إن احنا يكون عندنا دوري استثنائي الموسم القادم، هل حضرتك هتكون من أنصار القرار ده؟ طبعا ده لابد منه يا شيما، وإلا هنفضل ندور في الحلقة المفرغة دي اللي بندور فيها من ساعة موسم 2021 اللي هو الموسم بتاع الكورونا واللي كان فيه فترة توقف طويلة نتيجة لظروف الكورونا، وكان يعني هو ده الموسم المناسب اللي كان يتخذ فيه قرار استثنائي. صحيح. ولكن يعني استمرينا بنفس القصه وهنستمر ما لم يكن الامور تتعدل ويبدا يعني يبقى موسم استثنائي، وبعد كده
يبقى التويتات بتاعتنا زي التويتات بتاعت الدوريات في العالم كله يعني. صحيح. ست اللواء أشرف نصار، بتمنى لحضرتك كل التوفيق فيما هو قادم مع نادي البنك الأهلي، ويكون إن شاء الله موجود في المكانة اللي يستحقها في دوري النايل في الموسم الحالي وكمان في الموسم القادم. شكرا جزيلا لحضرتك. المباريات الثلاثة اللي هيكونوا موجودين النهاردة هم مباريات في غاية الأهمية في صراع القمة وكمان في صراع القاع. خلينا نبتدي بمواجهة مصرية أكيد هتجمع بلدية المحلة مع المصري البورسعيدي، مباراة لا تقبل القسمة على اتنين بالنسبة لبلدية المحلة، لأن هو في وضع صعب جدا، معاه في الوقت الحالي 23 نقطة وفي المركز ال 16 من 28 مباراة، متبقي له 6 مباريات ومحتاج إن هو يوصل على الأقل للنقطة ال 34 عشان يكون بيضمن إن هو يتواجد في دوري النايل، فممكن يعني النقطة 33 دي تكون هي نقطة الفيصل، لكن ده أكيد هيتطلب مساعدة الأندية التانية وإن كمان النتائج تخدمه بشكل كبير جدا. بلدية المحلة آخر 5 مباريات معرفش الفوز فيهم، خسر من الجيش ومن بيراميدز ومن البنك الأهلي ومن مودرن سبورت، واتعادل مع أنبي وتولى تدريب الفريق كابتن أحمد كشري في الجولة قبل الأخيرة. في المقابل بالنسبة بقى للنادي المصري البورسعيدي فهو في الوقت الحالي معاه 48 نقطة، هو في المركز الثالث من 28 مباراة، بيقدم موسم مميز جدا مع كابتن علي ماهر واللي بدأ معاه الموسم من البداية. المباراة الثانية هتكون بتجمع ما بين الجونة وسيراميكا كليوباترا، مواجهة أكيد ليها دوافع كتيرة جدا ودوافع مختلفة. فريق الجونة بعيد عن الانتصارات، بقاله حوالي 10 مباريات، من آخر فوز حققه كان على الاتحاد السكندري وده كان بتاريخ 27/4، ما كسبش ولا مباراة، خسر 7 وتعادل في 3 مباريات وتوقف رصيده عند النقطة ال 31 في وضع صعب. لعب 29 مباراة، لسه متبقي له 5 مباريات ومحتاج منهم مش أقل من مباراتين مكسب، وأي خسارة أكيد النهاردة ممكن جدا تدخله في دوامة الهبوط أو الهروب من الهبوط للقسم الثاني، لأنه كمان الجونة لعب مباراة زيادة عن بلدية المحلة وعن فاركو، أبرز الأندية اللي بتنافس دلوقتي أنها تهرب من دوامة الهبوط. في المقابل نادي سيراميكا كليوباترا وضعه كويس، معاه دلوقتي 40 نقطة، هو في المركز 28 نقطة، لسه متبقي له 6 مباريات، يقدر كمان ان هو يختم الموسم في وضع افضل من كده كمان مع المدير الفني كابتن ايمن الرمادي. اخر مباراة فاز على النادي الاسماعيلي كانت النتيجة 1-0 وكان ده في استاد المقاولين العرب. في مباراة ثالثة برضه هتكون موجودة النهاردة في دوري النايل وهتجمع ما بين نادي الزمالك والإسماعيلي في كلاسيكو جديد للكرة المصرية، ودايما بتكون مباريات الزمالك مع الإسماعيلي على مدار التاريخ بتكون ليها أهمية كبيرة جدا، سواء كانت في القاهرة بتتلعب أو في الإسماعيلية، مهما كانت ترتيب أو وضع الفرقتين في جدول المسابقة، لكن طبعا بتظل واحدة أكيد من المواجهات المهمة جدا. مواجهة الزمالك مع الإسماعيلي ليها كامل الأهمية في الكرة المصرية من أيام الستينيات بقى والسبعينيات، من ايام جيل كابتن حماده امام وبرجيله وبجريشه وبازوكا، وبعديه كمان جيل كابتن حسن شحاته وكابتن فاروق جعفر مع محمد حازم مع عماد سليمان، جيل التسعينات كمان كابتن اشرف قاسم كابتن جمال عبد الحميد كابتن ايمن منصور واسماعيل يوسف، كمان برضو مع جيل بشير عبد الصمد وكابتن حمزه الجمل وكابتن محمد مجدي الصياد وكابتن صلاح ابو جريشه، طبعا يعني مروا بجيل جمال حمزه كابتن مدحت عبد الهادي وكابتن تامر عبد الحميد، وبرده جيل كابتن بركات وفتحي ومحسن ابو جريشه وحسني عبد ربه، يعني اجيال كتير جدا 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 متعاقبه في الزمالك والاسماعيلي كلها ليها ذكريات كبيره جدا، ذكريات يعني ليها طبعا اثر كبير جدا عند جماهير الكوره المصريه. فعشان كده مواجهه النهارده زي ما بنقول كده لحضراتكم، مهما كان الترتيب الخاص بالفرقتين بتفضل دي مباراه كلاسيكو كبيره جدا 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 في الكوره المصريه. الزمالك في الوقت الحالي هو معاه 38 نقطه من 23 مباراه، لسه متبقي له 11 مباراه ما لعبهمش، والاسماعيلي معاه في الوقت الحالي 31 نقطه من 29 مباراه ولسه متبقي له 5 مباريات، اكيد مطلوب منه ان هو يكسب ماتشين عشان يكون في مرحله الامان بشكل كامل، لانه من اول بقى اصحاب النقطه ال 31 زي ما قلنا لحضراتكم لحد المركز الاخير كلهم في موقف صعب، يعني من اول الاسماعيلي بعد كده الجونه بعد كده فاركو بلديه المحله والمقاولين
الخارجيين والداخلية، ثلاثة منهم أكيد هيكونوا بيودعوا دوري الأضواء وبينزلوا لدوري المحترفين بعد الموسم الحالي. خلونا نتابع، خلونا نشوف مع حضراتكم كلاسيكو جماهيري الزمالك والإسماعيلي، بالإضافة كمان لمواجهة مصيرية ما بين فريق بلدية المحلة والمصري البورسعيدي، ومباراة خارج التوقعات تكون بتجمع الجونة مع سيراميكا كليوباترا عبر شاشات أون تايم سبورتس. ومن المسابقة المحلية نروح للمسابقات العالمية، وأهمها أكيد امبارح انتهت منافسات الدور ربع النهائي من بطولة اليورو 2024 بتأهل إنجلترا وهولندا على حساب سويسرا وتركيا على الترتيب، عشان يكتمل عقد منتخبات الدور نص النهائي بمواجهة فرنسا مع أسبانيا. إن شاء الله دي هتكون مواجهة يوم الثلاثاء اللي جاي، وإنجلترا مع هولندا هتكون يوم الأربعاء القادم. امبارح فازت إنجلترا على سويسرا بركلات الترجيح بعد التعادل بنتيجة 1-1، بعد ما كانت متأخرة بهدف دون رد لحد الدقيقة 80 واللي سجل فيها نجم أرسنال ساكا هدف التعادل، وبعد كده لعب الفرقتين ركلات ترجيح عشان تفوز إنجلترا بنتيجة 5-3. كان في مباراة أخرى كمان امبارح، المباراة دي كانت بتجمع المنتخبين، منتخب هولندا وتركيا، وشفنا كمان ان تأهلت هولندا على حساب منتخب تركيا بعد الفوز بنتيجة 2-1 بعد ما كانت متأخرة بهدف لحد الدقيقة 70 من عمر اللقاء، سجل فيها ستيفن ديفري مدافع انتر ميلان هدف التعادل لمنتخب هولندا، وبعد كده جه الهدف الثاني في الدقيقة 76 من نيران صديقة عشان يتأهل لمنتخب هولندا للدور القادم للدور نص النهائي. إذن نص نهائي بيليق بالبطولة الأكبر في القارة العجوز، فرنسا في مواجهة أسبانيا، إنجلترا في مواجهة هولندا. طبعا يعني مين بقى هيكون الطرفين في نهائي يوم الحد يوم 14 يوليو؟ أكيد ده اللي هنتابعه وهنشوفه إن شاء الله خلال الأيام القادمة. خلونا كمان نستعرض مع حضراتكم بعض من مواجهات دور نص النهائي لليورو يوم الثلاثاء زي ما قلت لكم، يوم 9 يوليو الساعة 10 مساء أسبانيا على معاد مع فرنسا، ويوم الأربعاء الساعة 10 في نفس التوقيت يعني الساعة 10 هولندا هتكون في مواجهة إنجلترا. منافسات اليورو مستمرة، والموضوع مش بس يعني بيكون جوه الملعب لكن كمان بره الملعب. اشتهر الإخوة الثنائي لافلي ومونتي إن هم دايما بيعملوا حاجات مختلفة، اتنين هم سواقين سيارات أجرة دايما بيغنوا وبيدعموا المنتخبات في اليورو، فتعالوا نشوف كده اللقاء الثنائي ده والحالة اللي عاملينها خلال منافسات اليورو بره الملعب. منتخب ألمانيا البلد المستضيف للبطولة بعد ما ودع اليورو بالخسارة قصاد منتخب أسبانيا بنتيجة 2-1، شفنا ناجلس من المدير الفني لمنتخب ألمانيا بيتكلم في المؤتمر الأخير لي عن اليورو وعن الخسارة ووداع البطولة وكمان المنافسات المنتظرة بالنسبة لمنتخب ألمانيا الفترة اللي جاية دي، خصوصا في التصفيات اللي بتؤهل لبطولة كأس العالم. فتعالوا نشوف أبرز وأهم تصريحاته ونرجع نكمل مع حضراتكم مرة تانية. نروح مع حضراتكم لحدث الرياضي العالمي الثاني بعد اليورو 2024، هو كوبا أمريكا، واللي وصلنا فيه لمرحلة الدور نص النهائي. خلاص اتحددت منتخبات الدور نص النهائي بعد تأهل أرجنتينا على حساب الإكوادور بركلات الترجيح بالفوز بنتيجة 4-2 بعد التعادل الإيجابي 1-1. كندا اتأهلت على حساب فنزويلا بركلات الترجيح بعد التعادل في الوقت الأصلي والإضافي 1-1. أما الطرف الثاني في الدور نص النهائي منتخب كولومبيا، واللي تأهل فجر امبارح بعد الفوز الكاسح على منتخب بنما بنتيجة 5-0، وكمان أوروغواي يتأهل بعد الفوز على البرازيل بركلات الترجيح بعد التعادل السلبي بدون أي أهداف. مباريات نص نهائي كوبا أمريكا يوم الأربعاء يوم 10 يوليو الساعة 3 الأرجنتين وكندا، ويوم الخميس يوم 11 يوليو في نفس التوقيت الساعة 3 أوروغواي هتكون على موعد مع كولومبيا. دي يمكن أهم
وأحدث الأحداث العالمية اللي بتحصل في عالم الساحرة المستديرة. هنبعد شوية عن الساحرة المستديرة جوه الملعب وهنروح لحدث هو للأسف برضو حدث مأساوي جدا حصل للعيبة اتحاد طنجة المغربي، وده بعد ما فقدوا الاتصال بيهم أثناء ما كانوا متواجدين في جولة سياحية في شاطئ ريستنكا. ده شاطئ موجود جوه إقليم المضيق على متن قارب، كانوا طالعين بقارب او بمركب او ببوت، كانوا طالعين يتفسحوا. قالت تقارير مغربية ان 5 من اللعيبة اللي بيلعبوا في صفوف اتحاد طنجة، واحد منهم بيلعب كمان في الفريق الاول والباقي بيلعب في فئة الشباب، كانوا كلهم طالعين مع بعض على مركب صغير، واثناء ما دخلوا وسط المية ابتدوا ان هم ينزلوا المية ويعوموا جوه المية وسابوا المركب اللي هم كانوا عليه ده. وده يمكن في الفترة دي أو في نفس التوقيت ده كان في شوية رياح، كان في شوية هواء، وده اتسبب إن خلاص المركب بعد عنهم بشكل كبير جدا على المكان اللي كانوا اللعيبة بيعوموا فيه. عناصر البحرية قدرت إن هي تنقذ 3 لعيبة منهم من الموت، وده طبعا يمكن كان في مكان من البحر فيه عمق حوالي 800 متر، 800 متر بعيد عن الشاطئ، وده طبعا بعد ما تلقوا الإغاثة تلقوا طلب استغاثة. حاول بقى اللعيبة ان هو يوصلوا بعد ساعة ونص تقريبا من محاولات، مفيش كان اي جدوى ان هم يقدروا يوصلوا للشط، للمكان كمان اللي وقفوا فيه في المركب الصغير اللي كان معاهم، وده اكيد كمان تسبب في فقدان 2 منهم. 2 منهم حتى الان لم يتم العثور عليهم. كشفت كمان التقارير ان اللعيبة اللي نجت من الغرق هم 3، اسامة افلاح وسليمان الدهوة واللاعب عبد الحميد المعلي. اما اللعيبة اللي مفقودين لغاية دلوقتي فهم سلمان الحراق واللاعب الشهير في صفوف الفريق عبد اللطيف خريف. وكمان كشفت التقارير انه تم نقل 2 من اللعيبه اللي نجوا للمستشفى الاقليمي في المضيق بواسطه سياره الاسعاف اللي تابعه لمصالح الوقايه البدنيه. كمان هي ادت لهم او عملت لهم في البدايه الاسعافات الاوليه اللازمه من الطاقم الطبي اللي كان موجود مع عربيه الاسعاف، ولكن لم ينقل اللاعب الثالث الناجي لم ينقل للمستشفى لان حالته الصحيه كانت وقتها جيده، ما كانش محتاج ان هو يروح للمستشفى. كمان قالت التقارير ان عمليات البحث عن اللعيبه اللي مفقوده بعد الحادث ده توقفت بسبب سوء الاحوال الجويه والظلام، وهي طبعا العمليه اللي مستني ان احنا يعني في النهايه يكونوا بيوصلوا للاثنين اللي لسه لم يتم العثور عليهم. اكد كمان رئيس اتحاد طنجه محمد الشرقاوي في تصريحات صحفيه ان البحث وعمليات التنقيب لا زالت جاريه. قال كمان الشرقاوي لا زال البحث جاريا عن عبد اللطيف خريف وسلمان الحراق، وما اثير حول العثور على خريف لا اساس له من الصحه. اكيد بنتمنى ان شاء الله يعني ان يكون اللعيبه دول سالمين غانمين يقدروا ان هم يرجعوا، نتمنى ان يكون حد تاني لقاهم، نتمنى ان هو يكون في حد قدر ان هو يسعفهم من مركب تانية كانت شافتهم ربما صدفة، ان شاء الله نطمن عليهم ان شاء الله يعني يكون رجوعهم لأهلهم رجوع بالسلامة. مشاهدينا نطلع مع حضراتكم سريعا لفاصل، بعد الفاصل هنرجع ونكمل بقية فقراتنا هنا في صباح اون تايم. بجد التحية بحضراتكم مرة تانية، والحقيقة ان احنا دايما هنا بنكون حريصين جدا في صباح اون تايم ان احنا نلقي الضوء وبشكل كبير على كل الالعاب وعلى كل الرياضات اللي موجودة جوه مصر. بنحاول بشكل مستمر احنا نروح لكل اللعيبة ولكل المدربين عشان نعرف منهم كل لعبة وصلت لفين في المنافسات، نعرف كمان الناس اكتر ونعرفهم اكتر ببعض الالعاب اللي ممكن تكون مش معروفة بشكل كبير بالنسبة للجمهور المصري. النهاردة عندنا تقرير عن لعبة اسمها الكبادي، لعبة يمكن كتير مننا ما كانش يعرفها قبل كده او ما يعرفهاش اصلا، ما يعرفش بوجودها في مصر. هي لعبه ليها بطولات محليه وكمان ليها بطولات عالميه، وكمان في منتخب مصري موجود وبيشارك في البطولات دي. تعالوا نشوف تقرير ونتعرف بيه اكتر عن اللعبه ونرجع نكمل مع حضراتكم مره تانية. طبعا رياضه الكبادي من الرياضات الجماعيه زي ما حضرتك عارف، رياضه جماعيه دول شرق اسيا هي اللي بدأ اللعبه ديت من 1950، من عام 1950، وبدأت في مصر ان هو بانتشار واسع، وجابت من جميع الالعاب اللي موجوده ضمت ليها
للكبادي من المسارعه ومن الكونفو من الكاراتيه من الالعاب كلها الفرديه والجماعيه، انضم لرياضه الكبادي من ابرز اللاعبين وابطال، وفي منافسه شريفه بين الاولاد للصعود لبطوله العالم اللي جايه، وبنقوم بالتدريب هنا ده يومين في الاسبوع، ويوم ثالث بنعمله كناحيه قانون كفن. هي ليها شبه من العاب كتير، من العاب دفاع عن النفس والعاب فرديه والعاب جماعيه، لكن هي اللعبه اسمها الدفاع، يعني الدفاع عن المكان على بيتي، فبيبقوا سبعه واقفين في خط الـ يعني السنتر وفي الوينج اليمين والوينج الشمال واللي جنبيهم بيبقوا ممسكين. السبعه اللي واقفين دول بيحافظوا على ارضهم، لما بيجي اللاعب يخش يعمل هجمه قصاد السبعه فهو لازم يلمس اكبر عدد او يلمس واحد ويطلع يرجع ارضه تاني، فدور المهاجمين السبعه دولت او المدافعين السبعه ما يمسكوا اللاعب ما يعدوش الى ارضه تاني، فبالتالي لو انا مسكت اللاعب في ارضي وما عداش ارضه انا خدت نقطه واللاعب ده طلع بره. طب هو لو لمس عدد مننا او لمس حد من السبعه ورجع ارضه تاني، لا هو كده سجل النقطه، فالفرقه بتاعتي بتنقص واحد، او لو لمس اثنين بينقص اثنين. فهي اللعبه مش صعبه بس لازم نكون بنشوفها ونتفرج عليها، هتحس ان هي سهله جدا. الفريق 12 لاعب، سبعه اساسي خمسه احتياطي. الماتش المباراه 40 دقيقه، اربع اشواط، راحات ما بين كل شوط والتاني، ما بين الشوط الاولاني والتاني دقيقتين، الشوط التاني والتالت خمس دقايق، التالت والرابع خمس دقايق راحة. الفرقة سبعة بتلعب بخطط زي أي لعبة جماعية، فيها خطط، خط دفاع، خط نص، اللعيب المهاجم، اللعيب المدافع. الملعب 10 متر في 13، نص الملعب 6 متر ونص، عندنا خط الميد لاين بيقابله بعديها ب 4 متر خط البلك، بعديها بمتر خط البونص، بعديها بمتر ونص خط الاند لاين، ده كده ال 6 متر ونص الكورت او المكان المسؤول اللي الفرقه اللي بتلعب فيه. بدات اللعبه من 2019، دخلت لعبت كاس مصر، وبعدين خدت اول افريقيا واول عرب واول بطوله اوروبا المفتوحه، وشاركت في المعسكر في الهند وخدت خبرات، يعني لان اللعبه اصلها هندي. لعبه الكبادي عباره عن هجوم ودفاع وفي نفس الوقت فرديه وجمعيه، اسمها تشابك الايادي. بيبقى مثلا الفريق 12 و12 ضد بعض، والملعب 10 في 13 متر، ومده الماتش 40 دقيقه. بيبقى الفرقتين لكل واحد ليه هجمه ما بين ال 40 دقيقه، طول ما ال 40 دقيقه شغاله ففي هجمه وهجمه للفريق. تابعنا مع حضراتكم تقرير عن هذه اللعبة اللي أكيد في من حضراتكم كتير جدا كان أول مرة يسمع عنها أو حتى يشوفها. عندنا منتخب وطني وأكيد بنتمنى لكم التوفيق فيما هو قادم من المنافسات. خلينا نروح مع حضراتكم لموضوع تاني، موضوع مختلف ما يخصش الرياضيين بس، لكن بيخص أي حد عايز إن هو يمارس الرياضة حتى لو بشكل غير احترافي. إزاي ممكن تكون بتتمرن بأبسط الأدوات وكمان بتحافظ على لياقتك البدنية؟ عشان كده اتكلمنا مع كابتن مسلم عمر مدرب اللياقة البدنية في الموضوع ده، وكمان يعني إزاي ممكن تحقق أكبر استفادة من الموضوع ده في أي وقت وكمان في اي مكان تقدر تحقق يعني نتيجه ايجابيه. مش مطلوب منك ان انت يكون معاك اوزان تقيله، مش مطلوب منك ان انت تكون يعني بتتمرن بدمبلز او بغيره، لا انت مش اكتر من كيلو او من اتنين، تقدر تعمل تدريبات في اي مكان تقدر تحرك بيها عضلات جسمك بشكل ايجابي. فخلونا كده نقرب اكتر من المشهد ونشوف اللقاء ده ونرجع مع حضراتكم مره تانية. صباح الخير، ايه الاخبار، عاملين ايه؟ النهارده هنستكمل الفايف توبكس بتاعتنا بس بحاجه مهمه جدا جدا، يعني احنا بنطور فيها بقالنا سنين في مجال التدريب اللي يتناسب مع النمط الشرقي او المصري. واحنا بنحط البيزكس بتاعه التمرينات دي، شفنا ايه المعوقات اللي بتعوق الشخص ان هو يعمل التمارين دي في اي مكان، فلقينا ان التمارين الارضيه اللي هي الفلور اكسرسايز اتس نوت انف، ما هيش كفايه ان احنا نستفيد استفاده كامله منها. عشان كده ابتكرنا حاجة اسمها مجموعة التولز اكسرسايز، يعني دي بتقوم بدور الدامبلز والبارات وانك لازم تروح جيم وتشتغل على اجهزة. تخيلوا ان الحاجات دي كلها لا تتعدى 1 كيلو جرام، باخدها معايا في الباج او بحطها في العربية او في اي حتة، وفي نفس الوقت بتقوم بكل التمارين. فخلينا نعرض دلوقتي مجموعة من التمارين سريعا، هعرضها هنا وهوريكوا ازاي انا بشتغل وانا في الكيتشن، بشتغل وانا في المطبخ، بشتغل وانا في الصاله، يعني الموضوع مش متوقف على مكان، وفي نفس الوقت انت بتشتغل مجموعه عضليه. واقول لكم على نظريه من النظريات اللي احنا حاطينها في سوانسو بروجرام اللي هي القنص الفرص، بمعنى ان انت لو هتاكل اكله فيها بروتين او وجبه فيها بروتين، فاشتغل تمرين عضلي معين علشان العضلات دي تمتص البروتين اللي داخل للجسم، فالجسم يستفيد منها ما يطردهاش من غير فايده. يلا بينا عشان نبدا نتعرف على تمارين التولز اكسرسايز. وانت حاطط الاكل على النار
او انت بتجهز اكلك على ما بياخد من 10 دقائق لربع ساعه على ما يستوي، فانت ممكن تعمل التمارين دي. ويلا بينا نتعرف على تمرين مهم جدا من تمارين التولز اكسرسايز. التمارين دي بس دي احنا بنعمل طبعا خطوات تعليميه ولوائح مهريه، هنا احنا بنركز على عوامل الامن والسلامه علشان الاخطاء الشائعه اللي ممكن تحصل، لان دي هي رغم ان هي خفيفه وبتقوم بدور الدامبلز وبتقوم بدور كل حاجه، بس في نفس الوقت ليها مخاطر ممكن تعود علينا بالسلب، ان هي ممكن تفلت منك تعورك. بس لو انت تابعت الخطوات التعليميه بشكل صحيح فمش هيحصل اي حاجه فيزيائيا، انت في السيفتي في الامان. طيب اول تمرين ان انا بقى في جسمي مفرود وبعمل 1 2 3 4 5 تمام. طب تاني تمرين 1 2 3 4 5 ولاحظوا ان انا بنزل خفيف وبطلع خفيف، بنزل خفيف وبطلع خفيف تمام. التمرين اللي بعد كده ايدي مفروده لفوق وبنزل 1 2 3 4 5 وبعكس 1 2 3 4 5. وبصوا على التمرين ده، بس اهم حاجه لازم لما احط السوسته في رجلي اكون دايس عليها كويس. 1 2 شايفيني كويس؟ 1 2 3 4 5 وبعكس ايدي الثانيه 1 2 3 4 5 تمام. تخيلوا الاداه البسيطه جدا دي عملنا بيها تمرينات للظهر، وده بيعالج على فكره لما هنيجي نشرح بعد كده المشكلات اللي بنعالج بيها الكرش او البطن او التحدب او الاتب، دي هتكون من التمارين الاساسيه اللي احنا هنستخدمها في علاج المشكله دي، بلس مجموعه من المعلومات اللي انا هديها لكم والتمارين الثانيه. مشاهدينا بنوصل مع حضراتكم دلوقتي لفقرتنا الاخباريه المعتاده، فقره اون فاير نيوز. هنبدأ أخبارنا مع المنتخب الأولمبي، وكشف محمود حرب المدير الإداري لمنتخب مصر الأولمبي أن الفريق هيدخل معسكر تدريبي في مدينة بوردو الفرنسية خلال الفترة ما بين 10 ل 17 يوليو الجاري في ختام الاستعدادات لخوض منافسات دورة الألعاب الأولمبية باريس 24. أضاف حرب أن المنتخب الأولمبي هيغادر القاهرة يوم الأربعاء المقبل يوم 10 يوليو في طريقه لمدينة بوردو الفرنسية، واللي هيكون يعني بيقيم فيها لمدة أسبوع، يتخللوا مباراتين وديتين قصاد منتخب أوكرانيا وقصاد منتخب العراق، ثم هيغادر لمدينة نانت الفرنسية يوم 18 يوليو. تابع محمود حرب أن المنتخب الأولمبي بيكتمل تدريباته النهاردة أو بتكتمل تدريباته النهاردة في مدينة نانت الفرنسية اللي بتستضيف مبارياته في أولمبياد باريس لغاية معاد مباراته الأولى قصاد منتخب الدومينيكان المحدد لها يوم 24 يوليو. كمان عقد البرازيلي روجيرو ميكالي المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي جلسة مع لعيبة الفراعنة في أول محاضرة في المعسكر المقام حاليا في القاهرة استعدادا لأولمبياد باريس. قال ميكالي للعيبة القايمة بتضم 22 محارب وهنقاتل من أجل الدفاع عن أحلامنا المشروعة وإسعاد الجماهير المصرية بالوصول لأبعد نقطة ممكنة في الأولمبياد. طلب ميكالي من اللعيبة التركيز الشديد والالتزام الفني وضبط النفس، لأن المعترك الأولمبي مليء بالتحديات ولكن ثقتي فيكم بلا حدود. وجه كمان ميكالي الشكر لكل اللعيبة الذين لم يقع عليهم الاختيار وكان لهم دور في مسيرة الفراعنة الرائعة في بلوغ النهائيات الأولمبية، وشدد كمان أنه كان مقيد باختيار لقائمة محدودة لكن على المستوى الشخصي كان بيتمنى تواجد كل اللاعبين. وأضاف كمان كرة القدم لا تعترف بالأعذار، وتعليق الشماعات وهي على النتائج هي تحترم الأكثر جدية والأقوى دفاعا عن أحلامه والأكثر هدوءا وتركيزا، ولا يوجد حلم تحقق دون صبر وصمود. نروح لحضراتكم لأخبار النادي الأهلي، ونبدأ من عند مارسيل كولر مدير الفني للنادي الأهلي، واللي تمسك بضم ظهير أيسر أجنبي وصاحب قدرات فنية عالية عشان يكون بديل للتونسي علي معلول، واللي هيغيب عن الفريق لفترة بعد ما اتصاب في وتر إكيلس وبعد كده أجرى عملية جراحية في وتر إكيلس. وطلب كولر من المسؤولين ضرورة التعاقد مع ظهير أيسر قوي. طبعا علي معلول لسه محتاج لعدة شهور عشان يقدر يرجع مرة تانية للمباريات، وبيعد المغربي يحيى عطية الله لاعب الوداد المغربي السابق ونادي سوتشي الروسي الحالي واحد من أبرز اللعيبة المرشحين للانتقال للنادي الأهلي في الموسم اللي جاي، خصوصا أن مارسيل كولر غير مقتنع بأكثر من بديل محلي تم عرضه عليه في النادي الأهلي في الفترة اللي فاتت.
نروح معاكم لخبر تاني، وبيدرس الجهاز الفني للنادي الاهلي راحة محمد عبد المنعم مدافع الفريق في مباراة طلائع الجيش اللي جاية في الدوري المصري الممتاز عشان يتم تجهيزه لمباراة بيراميدز المنتظرة اللي هتكون يوم 12 يوليو الجاري. المباراة دي أكيد هي مباراة ممكن تحسمه بشكل كبير جدا صراع المنافسة على لقب الدوري ما بين الفرقتين في الموسم الحالي. أكيد مارسيل كولر عنده رغبة أنه هو يدي فرصة لياسر إبراهيم بجوار رامي ربيعة ضمن سياسة التدوير، وبعد كده هيمنح لعبد المنعم راحة سلبية وإن شاء الله يكون بيشارك في كل مباريات القادمة للفريق. لسه مكملين مع حضراتكم أخبار النادي الأهلي، وكثف مسؤولين النادي الأهلي المفاوضات مع زاد للحصول على خدمات محمد إسماعيل مدافع زاد الموسم اللي جاي، وبيعد محمد إسماعيل واحد من أبرز اللعيبة المرشحة وبقوة لارتداء قميص النادي الأهلي الموسم اللي جاي، وبيتفاوض النادي الأهلي حاليا مع زاد لإتمام الصفقة، وبيحاول النادي الأهلي أنه يستغل أكتر من لاعب عشان طبعا مش بيكون بيشارك مع الفريق بشكل منتظم في الموسم الجاري، أبرزهم طاهر محمد طاهر ومحمد الضوي كريستو عشان يدخلوا في صفقة مقايدة أو في صفقة تبادلية مع زاد لضم محمد إسماعيل. من أخبار النادي الأهلي نروح لنادي الزمالك، وهنبدأ أخبار نادي الزمالك من عند مجلس الإدارة واللي بيجهز مبلغ 39,000 دولار عشان يتم سدادهم لمساعدي البرتغالي جوزفالدو فريرا المدير الفني الأسبق للفريق الكروي الأول في نادي الزمالك عشان يتمكن نادي الزمالك من رفع عقوبة إيقاف القيد. بيرغب مجلس إدارة نادي الزمالك في سداد مستحقات مساعدي فريرا الثلاثة عشان يقدر هو يتخلص من عقوبة إيقاف القيد والموقع على النادي طبعا في الوقت الحالي بيحاول يتوصل لاتفاق مع المغربي خالد بوطيب مهاجم الفريق السابق اللي يعني لم ترفع عقوبة الإيقاف عن نادي الزمالك نظرا لوجود نفس العقوبة برضو على القلعة البيضاء بسبب مستحقات مساعدين فريرا. من المنتظر انها يحصل روي أجواش المدرب المساعد لفريرا على مبلغ 25,000 دولار، وكمان هيحصل كل من أندري أوليفيرا مدرب الأحمال ودانيال غونزاليس محلل الأداء على مبلغ 14,000 دولار. هنروح مع حضراتكم لخبر تاني، وبيواصل أحمد فتوح لاعب نادي الزمالك البرنامج التأهيلي تحت إشراف الجهاز الطبي بقيادة الدكتور محمد أسامة، وده بسبب معاناته من الإصابة في كاحل القدم واللي تعرض لها خلال التواجد في معسكر المنتخب الأخير. بيخوض فتوح تدريبات تأهيلية منفردة بالإضافة كمان لتدريبات خاصة في صالة الجيمنيزيوم وكمان الجري حوالين الملعب، ومن المقرر أنه يرجع فتوح عشان يشارك مرة تانية في التدريبات الجماعية للفريق ويكون جاهز بإذن الله خلال الأسبوع الجاري، وبيغيب عن مباراة الفريق المقرر ليها النهاردة قصاد الفريق الإسماعيلي. نروح بقى معاكم لخبر تاني، وطلب أشرف رؤى محمد أشرف رؤى لاعب نادي الزمالك من عدد من وكلاء اللاعبين إن هم يدوروا له على عرض من أندية الدوري العام، وعايز اللاعب في الفترة دي إن هو يبتدي يفاضل ما بين أكتر من عرض ويختار الأنسب ليه والأفضل ليه الفترة القادمة. وجي طلب رؤى بسبب استقرار مسؤولين نادي الزمالك إن هم مش هيجددوا عقده مع النادي وهيكتفوا بس بالفترة اللي قضاها اللاعب ويرحل بعد انتهاء بطولة الدوري المصري الممتاز. نروح بقى لأخبار الأندية الأخرى بعيدا عن الأهلي وبعيدا عن نادي الزمالك، نروح للاتحاد السكندري، وكشف مصدر جوه نادي الاتحاد السكندري موقف الثنائي كريم الديب وأحمد عادل ميسي من التجديد الخاص بالتعاقد بتاعهم مع زعيم الثغر، وبينتهي عقد كريم الديب وأحمد عادل ميسي مع الاتحاد السكندري في نهاية الموسم الحالي. قال المصدر الثنائي رفضوا أن هما يجددوا ومتمسكين بالرحيل اعتبارا من بداية الموسم المقبل. كمان اعتذر محمد مكي المدير الفني لفريق حرس الحدود عن عدم استكمال مهمته رسميا في الموسم المقبل لقيادة الفريق في الدوري الممتاز، وده بعد تحقيقه الإنجاز بصعود فريقه لدوري الأضواء والشهرة. ووجه مكي الشكر لمجلس الإدارة عن الفترة اللي قضاها جوه الفريق على مدار الفترة اللي فاتت دي واللي حقق خلالها العديد من الإنجازات. اتمنى مكي كامل التوفيق لناديه خلال المرحلة المقبلة، وودع كمان أعضاء الجهاز الفني والإداري والطبي وكل اللعيبة بتوجيه
يعني أسمى العبارات الخاصة بالشكر وبالتقدير على الجهود المبذولة خلال الفترة اللي فاتت. أكد كمان مكي أنه هو بيكن كل التقدير والاحترام لمسؤولين النادي، وأن هو على مدار مشواره مع الفريق قدم كل ما لديه ولم يبخل بأي شيء أو أي جهد تجاه النادي. مشاهدينا معادنا دلوقتي مع فاصل، بعد الفاصل هنستقبل ضيفتنا النهاردة السمر صلاح المحللة الرياضية. رجعنا سريعا، بجد تحية بحضراتكم مرة تانية، وبنستقبل ضيفتنا النهاردة سمر صلاح المحللة الرياضية. يا سمر منورانا النهاردة في صباح انطعين. صباح الخير يا شيماء، دايما بسعد لما بكون معي. أكيد احنا اللي بنكون سعادة بوجودك معنا، لكن في البداية خليني أعزيكي وأعزي نفسي وأعزي كل الوسط الرياضي وكل مصر في وفاة المغفولي بإذن الله اللاعب أحمد رفعت اللي توفى امبارح يوم السبت الفجر، بعد طبعا ما تعرض لتدهور في حالته الصحيه بعد ما كان خلاص يعني طمنا عليه بعد ما قام الحمد لله في شهر مارس اللي فات، ولكن يعني قضاء الله وقدره والحمد لله وكله مكتوب والبقاء لله في النهايه. بقاء لله طبعا. احمد رفعت من اللعيبه المهذبه جدا اللي مفيش حد اختلف عليه، من اللعيبه اللي عمري ما شفته بيعترض على انه خارج تشكيل، عامل مشكله مع مدرب، حقيقه من اللعيبه الخلوقه جدا ومن اللعيبه المهذبه جدا، ويعني ربنا اختاره انه يكون رساله للناس يرجع تاني من الموت بعد حاجه تحصل له وكارثه تحصل له في الملعب من يوم 11 مارس، ويرجع ويشوف الناس، كان ربنا بيمهله يشوف حب الناس ليه ودعاء الناس ليه. يعني البدايه كانت صحيح. اول يوم رمضان، وسبحان الله يعني ربنا كان مسخر الناس تدعي له طول الشهر طول حقيقي. رمضان لحد ما الناس اطمنت عليه. يعني ربنا يرحمه احمد رفعت من اللعيبه اللي هتاثر في ناس كتير، الناس عمرها ما نسيت محمد عبد الوهاب وعلاء علي، ولا صح. عمر حد هينسى احمد رفعت. يعني احمد صح. رفعت من اللعيبه اللي فعلا يتزعل عليها، من الناس اللي مش بس تاثر زمايله، كمان الجمهور متاثر، الجمهور متعاطف معاه، ما فيش حد مش زعلان عليه. يعني ربنا يرحمه. صحيح، انا بتفق معك جدا. كان شخص وشاب وإنسان في منتهى الذوق والأخلاق، خلق عالي، يمكن فعلا زي ما بتقولي ربنا اداله فرصة تانية ان هو يرجع عشان يدينا رسالة مهمة جدا، وكان ليه فعلا رسائل في غاية الأهمية قبل ما يتوفى، أهمها ان هو بيتكلم قد ايه انت مهم ان انت تكون بتسيب لنفسك إرث حلو، سيرة حلوة، سيرة طبعا. ناس تفتكرك بكلمة حلوة، محدش يفتكرك يقول منه لله اللي راح وعمل وسوى وضايق وظلم وجي على حق ده واكل حق ده. الانسان في النهايه هو سيره. ربنا اداله فرصه تانيه ان هو يقرب اكتر من ربنا، ويمكن هو اتكلم وقال كده، هو قال ان هو يكون اقرب لربنا، ويمكن دي فرصه ما بتجيش لحد ابدا. يعني نادرا لما بتشوفي حد بيرجع زي ما بيقولوا بيرجع من الموت عشان يقرب تاني من ربنا، ده اكيد عند ربنا هو في مكان كبير جدا، اكيد ربنا بيحبه جدا، وان شاء الله يكون في مكان احسن. ربنا ربنا يصبر اهله وحبايبه. حقيقي انت عارفه انا من ساعه ما بقيت ام يا سمر وانا دايما بحط نفسي، قلبي بقى ضعيف جدا، بحط نفسي دايما مكان كل ام بتكون زعلانه على ابنها، ف بصراحه ربنا يصبرها ويها. يعني كلامك ده يخليني اقول لك ان احنا اللي بيحصل ده يخلينا نبص للكوره بمنظور تاني. جمهور الكوره بقى شرس قوي، جمهور الكوره بقى شرس جدا، لما نبص للعيب الكوره ده ان هو انسان بشر، مش لازم كلنا بنغلط في شغلنا وكلنا بنصادف اخطاء مش مقصوده، مش لازم اللعيب يتهم بالتقصير، مش لازم اللعيب يتاخد محتوى على السوشيال ميديا. انا هنا مش بتكلم عن احمد رفعت تحديدا، انا بتكلم عن فكره لعب الكوره، صح، انه لعب الكوره ده بشر عنده اهل زي ما كنتي بتقولي كده. انا لما بقيت ام حسيت قد ايه يعني حسيت قد ايه بالامهات. لعيب الكوره ده عنده ام وعنده زوجه وعنده اولاد، ليه يبقى محتوى والناس شرسه قوي كده في الهجوم؟ ان هو يتهان في اي وقت من طبعًا. الاوقات ليه الناس تبقى شرسه في الهجوم؟ ياما لعيبه اتدمرت من النقد، في لعيبه متاخده محتوى عشان غلطه في ماتش من 3 ومن 4 سنين، في لعيبه كبيره بتقدر تقاوم ده. انا بحترم جدا عبد الله السعيد في انه مش سامع، ما بيسمعش لحد. عبد الله السعيد ماشي في طريقه، وانا دايما بدافع عنه في الحته دي، دايما ماشي في طريقه مش سامع اللي بيتقال. بس مش كل اللعيبه بتقدر تتعامل مع ضغط الجمهور بنفس الشكل، لازم الجمهور بجد يقتنع ان اللعيب ده بشر وعنده اهل وانسان وبيخطئ في شغله وبيخطئ ويصيب، اوقات بيتالق واوقات بيغلط، مش لازم نتعامل مع الناس بالشراسه دي. يعني
بجد خدوا الكوره انها متعه، اتفرجوا رجعوا الكوره تاني كجمهور ما تنتقدش اللاعب بشكل يخليه يعني بيلعب وهو زعلان او هو بيفكر هو ممكن الناس تقول عليه ايه بعد الماتش. يعني ربنا يرحم احمد رفعت طبعا ويصبر اهله ويصبر كل حبايبه، زي ما قلت لك هو مش هيتنسي، الناس عمرها ما نسيت حد من اللعيبه اللي كانت مؤثره. اتمنى يعني انه ربنا يصبر اهله ويصبر حبايبه. يعني الحقيقه يعني وفاه احمد رفعت دي دقت جرس انذار مهم جدا جدا، عنوانه سلامه اللاعب المصري، سلامه الشخص البني ادم، السلامه بتاعه البشر لازم دي تكون ليها اولويه كبيره جدا. احنا لحد دلوقتي بنتكلم وهنتكلم ولسه بنتكلم، يا جماعه الجو حر جدا، اللعيبه والشمس الساعه 4 العصر مش هيقدروا ان هم يستحملوا، ممكن نشوف لاعب بيغمى عليه ما بيقدرش يكمل، ممكن لا قدر الله حد يجرى له حاجه، ولا كاننا اصلا بنتكلم وموضوع مش شاغل بال حد. انا مش عارفه امتى ممكن يكون في موقف وامتى يكون في قرار ان احنا لازم تكون سلامه اللعيبه دي من اولوياتنا. احنا سلامه، احنا بنتكلم عن بشر، يعني احنا سيبك انت من نقد الجمهور ولا مين هيضايق لاعب بكلمه، لكن انت في النهايه ده بني ادم، انت عشان ايه ممكن نكون بنعرض حياته لخطر؟ الساعه 4 دي خطر جدا في الاجواء اللي احنا فيها، الانديه بتعترض والانديه بتطلع بيانات وبتطلب انه المباريات ما تتلعبش الساعه 4. خليني اقول لك ان مباراه امبارح اللي اتاجلت بسبب وفاه احمد رفعت المقاولين ومودرن سبورت كانت الساعه 4، والنهارده في مباراه الساعه 4، النهارده في مباراه الساعه 4، امبارح كان في مباراه الساعه 4، دوره الترقي بتاعه الصعود للدوري الممتاز. وعلى فكره انا هنا مش يا جماعه بتكلم بس عن الدوري المصري الممتاز او دوري النايل، فيه انتوا بقى مش عارفين اللي بيحصل في الدرجات الادنى، شوفوا المحترفين ولا التانية ولا التالتة الدنيا عاملة ازاي. ما هم برضو على فكرة اللي بيلعبوا في الدوري المصري الممتاز دول بني ادمين، اللي بيلعبوا برضو في الدوري الدرجة التانية والتالتة دول بني ادمين، احنا خايفين عليهم كلهم، كلهم بالنسبة لنا اهلنا اخواتنا اصحابنا زمايلنا، كلهم ليهم اهل ليهم اسرة، لو حد فيهم جراله حاجة ما هنرجع نعيد المأساة دي، واحنا مش في حمل ان احنا نشوف مأساويات تانية بسبب الكورة. الكورة في النهاية هي رياضة، الرياضة دي احنا بنشوفها بنتابعها وبنلعبها عشان نستمتع، عشان نسلي وقتنا بحاجه حلوه في النهايه، مش عشان نفقد الناس القريبين مننا. يعني مش اغلى من روح انسان فعلا، لو حد مش لازم نستنى لما الكارثه تحصل عشان ناخد اكشن. المشكله يعني ان هي بتحصل وما بناخدش اكشن. ما هو لا، خليني اقول لك انه بعد اللي حصل لاحمد رفعت في مباراه الاتحاد، انه بدا يتقال انه المسعفين اللي في الملاعب بداوا يتصرفوا بشكل افضل، انه كان في البدايه كان قبل كده قبل الحادثه دي ما تحصل، كان اللاعب اللي لا قدر الله بيحصل له حادثه مشابهه او بلع لسان بيضطروا ينقلوه لعربيه الاسعاف. دلوقتي بقى في اجهزه بتتنقل للملعب، بس امتى؟ صحيح يعني بس امتى؟ المفروض انه يعني خليني اقول لك انه من سنتين كان في كشف طبي بيتعمل، فانا مش هقول اسمه لانه ممكن يكون مش حابب، من سنتين كان في كشف طبي بيتعمل للاعيبه المقاولين في بدايه الموسم، وبالصدفه تم اكتشاف ان في احد اللاعبين عنده مشكله في القلب. تخيلي دي لو ما اكتشفوهاش، يعني اللاعب ده الحمد لله تعافى وعمل عمليه والعمليه نجحت وقدر انه يلعب تاني في فريق تاني في دوري المحترفين السنه اللي فاتت وتعافى بشكل كامل. تخيلي بقى لو ده ما تعرفش، مش كل الانديه بتعمل كده، مش كل الانديه بتعمل كشف الدوري السنه، مش ده كل ده شيء الزامي، مش كل سنه بنعمل كده، المفترض ان ده شيء الزامي بالظبط. يعني انت كنادي المفروض تكون بتطمن على اللعيبه اللي انت بتستثمر فيهم دول، وغير كده انت المفروض تكون برضو كنادي حاطط الصحه بتاعه اللعيبه وحياتهم دي اولويه بالنسبه لك. كل الاجهزه الطبيه في مصر، مش عايزه اقول معظمها لانه بنسبه 99% الاجهزه الطبيه في مصر دكاتره عظام ودكاتره علاج طبيعي في الفرق، هل الموضوع ما يستدعيش ان كل الفرق دي يكون عندها دكتور قلب؟ مش لازم يكون على راس الجهاز الطبي، بس على الاقل دكتور قلب يقدر ينقذ ما يمكن انقاذه. يعني هي الخطوره الاكبر هي حاجات نادره وما بتحصلش كتير وان شاء الله ما تحصلش ابدا، بس هي بتحصل، لازم تكون موجوده، لازم تكون موجوده في ملاعب الناشئين، لازم تكون موجوده في كل الفئات العمريه، ارواح الناس لازم فعلا تتلحق. يعني الساعه 4 والساعه 3 دي ما تتلعبش في الصيف ابدا ابدا، تتلعب في الشتاء لو الجو يسمح، لكن مفيش بلد في العالم بيبقى فيها الجو ده ونقدر نلعب. مفيش بلد في العالم بتلعب الدوري في شهر 7 و8 اصلا، يعني خلاص احنا الدوريات الاوروبيه يعني. احنا الدوريات الاوروبيه خلاص بتبتدي خلال اسابيع قليله، واحنا لسه ما خلصناش الدوري بتاعنا، ومش عارفه لحد امتى هنفضل كده. برضو خلي بالك هي المشكله في طباع بشر كتير جدا،
وفي طباع ناس كتير جدا مسؤوله. دلوقتي كام مره اتكلمنا ونادينا ان احنا محتاجين دوري استثنائي، ولكن عشان في نوع من انواع الانانيه عند ناس كتير جدا، كله يقول لك لا انا مش عايز، كله بيفكر في مصلحته. وفي النهايه خلي بالكم يعني مصلحتكم ان الكل يكون مرتاح، الكل يكون سليم، الكل يكون بيلعب في الوقت الطبيعي، لكن اللي بيحصل ده في النهاية ده بيضرنا كلنا كلنا. مفيش حد بيستثنى من الضرر ده، لا اهلي ولا زمالك ولا كله بينضر. ويعني معظم اللي بيتكلم في مصلحة الأندية، نادرا قوي ما تلاقي الأندية، يعني انا بتهيألي ان لو الأندية اتحدت على موضوع الساعة 4 والساعة 3 ده هيتاخد فيها موقف. الأندية كلها اشتكت وما اتخذتش اكشن فكملت، يعني انا اشتكيت وما جاليش رد فكملت، ف مش هتتحل كده اعتقد. بعد الكارثة اللي حصلت دي هيبقى في تفكير تاني، هيبقى في تفكير بشكل تاني، في حاجات كتير في المنظومة هتتغير. فعلا الموسم ده كان استثنائي وكان صعب وكان في احداث كتير، مش عايزة أقول كله على المسؤولين، بس في حاجات فعلا لازم تتغير، لازم يتاخد فيها قرار سريع. يعني خليني أقولك موضوع أن دكتور القلب ده حاجة مهمة جدا في كل جهاز طبي لكل نادي، يعني لو هتوصل أنها تكون بالإجبار مش أن كل نادي ياخد القرار ده، ما تقلش أهمية عن أن فريقك يكون فيه مخطط أحمال، محلل أداء، أنت بتجيب حد يحدد لك الحمل التدريبي لكل لاعب. قلبه أهم، صحة قلبه أهم، ويعني زي ما بتهتم بالتغذية وبتهتم بالحمل البدني لازم تكون حاجة في كل الأندية، لازم يكون في دكتور قلب متخصص في كل الفرق. يعني صحيح، بتفق معك جدا، وأتمنى أن تكون الصحة الجسدية والنفسية بالنسبة للعيبة في الفترة اللي جاية تكون من أولويات المسؤولين، تكون من أولويات المسؤولين عن الأندية، عن الكرة المصرية بشكل عام. نتمنى ان احنا نكون بنهتم بالملف ده، لان هو ده الاهم، هم دول الاستثمار، هم دول الكوره، ما هم دول البشر اللي بيلعبوا الكوره اللي احنا بنستمتع بيها. نتمنى ان احنا نكون بنديهم اولويه في الاهتمام، واهم حاجه سلامتهم. مش بتكلم بس عن الدوري المصري الممتاز، دوري النايل، بتكلم عن كل الدرجات في الدوريات، يمكن اللي كمان ادنى درجه من الدوري المصري الممتاز. سمر، خلينا نروح لموضوع تاني. هو انا الحقيقه يعني بالنسبه لي ان غير الموضوع مش سهل ابدا، وانا متابعه وشايفه ان الناس بيزعلوا ان احنا بنتكلم في موضوع تاني، بس للاسف هي الحياه لازم تمشي، لازم هتمشي، الحياه بتستمر. انا عايزه اقول لك ان انا مثلا انا من 3 سنين والدي توفى، بعدها باسبوعين الله يرحمه كنت طالعه هوا، يعني يمكن كمان اقل من اسبوع بالظبط، وكنت على الهواء. هل انا ما كنتش زعلانه؟ انا لغايه النهارده لغايه دلوقتي، لغايه امبارح انا بعيط على ابويا، بس غصب عني لازم الحياه هتمشي، لازم الحياه هتمشي، وهو هي دي سنه الحياه، هو ده طبع الحياه. كل يوم تقصير، كل يوم بنودع ناس بنحبها، كل يوم بنفقد ناس بنحبها، بس الحياه هتستمر وهتمشي، ودي نهايه حتميه لينا كلنا. انا مش عايزه ابقى شخص سوداوي واوزع طاقه سلبيه على الناس، ولكن هي دي نهايه حتميه كلنا هنشوفها. بس زي ما قال لنا احمد رفعت الله يرحمه، يعني اشتغلوا على سيرتكم الحلوه، هي اللي تفضل مكمله بعديكم، سيره حلوه بيفتخر بيها اهلكم، اولادكم، حبايبكم، بعد ما نروح يقولوا ده كان صديقنا، دي كانت اختي، دي كانت بنتي. ده الأهم بكتير، نحاول على قد ما نقدر ان احنا نكون اشخاص مسالمين في الحياة، ما نأذيش، ما نوجعش، ما نجيش على حد، ما ندمرش حد نفسيا، حاجات كتير قوي سهلة وبسيطة لو نقدر ان احنا نعملها هنرتاح. حد زي محمد عبد الوهاب وعلاء علي لحد النهاردة، صح؟ يعني محمد عبد الوهاب انا فاكره كان اخر كلماته، انا فاكره كويس قوي في 2006 اخر كلماته لما كان بيتكلم عن سيد عبد الحفيظ وبيعمل له اغنيه بيقول فيها انه اجمل حاجه تتساب هي السيره الحلوه، انه يعني كلمات الاغنيه كده تحديدا كان بيقول في ناس عن العيون بتغيب واجمل ذكريات بتسيب، دي اللي الناس فعلا لازم تفضل فاكراها للناس اللي يعني اللي بيتوفاهم الله. يعني زي ما هو قال وزي ما انت قلتي، هي السيره الحلوه هي اللي باقيه، انه مش بعد فعلا ما يمشي الناس تقول كان قاسي، كان بيظلم، ابدا. صحيح، ربنا يرحمه ويصبر اهله، يعني ربنا يجعلنا من اصحاب السيره الحلوه دي ان شاء الله. سمر، نطلع لفاصل، بعد الفاصل اكيد هنرجع ويمكن هنتكلم في مواضيع تانية بتخص الدوري المصري الممتاز، بتخص الرياضه، وبتخص ما هو موجود على الساحه الكرويه في الوقت الحالي. مشاهدينا، نطلع لفاصل سريع ونرجع نكمل مع حضراتكم مره تانية.
رجعنا سريعا، لسه مكملين مع حضراتكم فقرتنا هنا في صباح اون تايم، ولسه اكيد مكملين مع ضيفتنا النهارده سمر صلاح المحلله الرياضيه. سمر، كنا يعني عايزين نتكلم عن الدوري المصري الممتاز وعن شكل المنافسه في الدوري المصري الممتاز او دورينا الموسم الحالي. منافسه كبيره جدا في الصراع في القمه او كمان في الصراع من الهروب من الهبوط، منافسات مختلفه في الموسم الحالي. شكل دوري الموسم الحالي هو مختلف بشكل كبير جدا فيما يخص المنافسه، قويه من البدايه للنهايه، انديه كبيره جدا كانت بتبتدي بشكل موفق ولكن النهايه او الجولات الاخيره ما كانتش موفقه بالمره فيها. فقولي لي كده وجهه نظرك في المنافسات الموسم الحالي عامله ازاي؟ يعني خلينا نقول ان المنافسه دلوقتي على المراكز الاولى او تحديدا يعني على البطل ما بين بيراميدز والاهلي الاقرب. يعني الاهلي لسه ليه مؤجلات، عنده بيراميدز عنده 65 نقطه، بيراميدز الحقيقه عامل موسم استثنائي يعني وطبيعي، يعني هو منطقي ان احنا نشوف الموسم ده البيراميدز السكواد اللي معاه بالجهاز الفني اللي معاه طبيعي. بالظبط، بيراميدز عنده اقوى سكواد في افريقيا، عنده لعيبه هايله، قوام اقوى فريق يمكن في الدوري، ولكن الخطوه دي ممكن تكون اتاخرت يعني. لكن يعني احنا شفنا السنه دي موسم استثنائي لبيراميدز. يعني الاهلي بيلاحقوا طبعا، الاهلي عنده مؤجلات كتير، الاهلي اكتر فرقه خدت بطوله الدوري، فطبيعي انه يفضل يحافظ على اللقب. المنافسه الاكبر بين الفرقتين دول طبعا المركزين التانيين الثالث والرابع. المصري لحد دلوقتي مودرن سبورت بس بيلاحقوا طبعا سموحه، سموحه امبارح فاز على امبي بهدفين فسموحه بيلاحق طبعا مودرن سبورت. نفس الكلام فريق امبي زد كله بيحاول يلحق المركز الرابع، خاصه كمان انه زد في بدايه الموسم كانوا بيحاولوا يعملوا يعني ان يكون بدايه قويه لاول سيزون ليهم في الدوري زي نفس تجربه مودرن سبورت وسيراميكا، الفرق اللي بدات كبيره يعني. ده فيما يخص فرق المقدمه يعني. صحيح، بالنسبه بقى للقاع، فرق القاع بقى يعني صراحة كبير جدا ومشتعل وكالعاده، يمكن كل موسم بنشوف لغايه الجولات الاخيره مش عارفين مين اللي هيكمل ومين هيكون بيهبط للدرجه الادنى او دوري المحترفين الموسم المقبل. شايفه الصراع عامل ازاي ومشتد لاي درجه في القاع؟ اكتر اربع فرق في خطر طبعا بالارقام فاركو، بلديه المحله، النقلية العرب، الداخليه. الداخليه يمكن يعني بيروح ويرجع، بس يعني بالنسبه لسه عنده امال الداخليه؟ اعتقد اتحسمت، اعتقد اتحسمت، شكلهم دلوقتي بقى احسن بس اعتقد متاخر يعني. فكرونا بفريق حرس الحدود الموسم اللي فات انه بدا يفوق في نهايه الموسم بعد ما كانت الامور اتحسمت بعد فوات الاول. بالظبط، فاركو بيبعد يعني، فاركو الماتشات اللي بقياله مش بصعوبه ماتشات بقيه الفرق. بدايه محله الحقيقه كان بادئ الموسم بدايه غير دي تماما يعني، كان بادئ مع كابتن احمد عبد الرؤوف بدايه مختلفه تماما، بيكسب بسكور وبيكسب فرق كبيره وبيلعب باداء حلو قوي. دلوقتي اضعف هجوم واضعف دفاع في الدوري يعني. فريق بلديه المحله مسجل بس 24 هدف معظمهم في الدور الاول، مستقبل 54 هدف وده رقم كبير جدا على يعني فريق قبل نهايه الموسم يعني. صحيح، بعكس البنك الاهلي، البنك الاهلي كان بادئ الموسم ده اخرهم فوز امبارح على فريق قوي زي فريق زد. البنك الاهلي بدا وقبليها فوزين تانيين بالظبط، هو من اخر خمس مباريات ما اتهزمش غير مباراه واحده اللي هي مباراه سيراميكا. البنك الاهلي مع كابتن طارق مصطفى مختلف تماما عن بدايه الموسم. بدايه الموسم البنك الاهلي كان بيخسر وبيخسر بارقام وبيخسر من فرق صغيره، دلوقتي الفريق الوحيد في الدوري اللي بيسجل في المباراه اربع وخمس اهداف اكتر من مباراه في الدوري. في اخر ست ماتشات 17 هدف يعني بمعدل 3 اهداف تقريبا كل ماتش. عدد الاهداف اللي سجلها البنك الاهلي بيعادل بيراميدز اللي هو متصدر الدوري 45 هدف، وطبعا استقبل اهداف كتير، استقبل 42 هدف، ولكن فريق البنك الاهلي من اكتر الفرق اللي سجلت اهداف الموسم ده. يعني بصراحه عاملين يعني نقله غريبه ما بين مباريات الدور الاول وما بين بدايه الدوري اتفق معاكي للدور الثاني. يعني اعتقد فريق البنك الاهلي بعد بشكل كبير يعني عن يعني بدا دلوقتي بقى في امان شويه في منتصف الجدول يعني. طيب انت شايفه مين دلوقتي الاقرب للهروب او للهبوط، مش للهروب من الهبوط؟ يعني خلينا نقول الاربع فرق عندهم يعني، هستبعد الداخليه، الداخليه بنسبه كبيره اتحسن، خليني اقول انه ما بين المقاولين عرب، بلديه المحله، فاركو هتبقى المنافسه بين الثلاثه يعني. والمباريات اللي جايه كلها بالنسبه لهم هتكون يعني مباريات كؤوس يعني، هيفضل
زي ما الاهلي بيدور على العلامه الكامله في كل الماتشات اللي باقيه عشان يلحق بيراميدز، اعتقد انه التهاون في مباراه واحده او خساره نقطه واحده للفرق دي هتعلن تماما هبوط الفرق. صحيح. طيب النهارده هيكون عندنا مواجهه في غايه الاهميه، مواجهه كلاسيكيه بتجمع ما بين نادي الزمالك والاسماعيلي، مباراه دايما ليها رونق خاص وليها طابع خاص وليها اجواء مختلفه يعني على مر السنين الكتير جدا. شايفه لقاء النهارده هيكون عامل ازاي بعيدا كمان عن الترتيب وعن عدد النقاط اللي بيمتلكه كل فريق، ولكن دايما بيبقى ليها رونق مختلف؟ طبعا مباراه جماهيريه بشكل كبير، يعني كلاسيكو زي ما كنت بتقولي قبل الفاصل، يعني مباراه بالناس كتيره بتستناها، ولكن هي مباراه تصحيح مسار للاثنين. لا يليق بالزمالك ابدا انه يكون في المركز التاسع، فاعتقد انه الزمالك هيحاول تصحيح المسار، خاصه انه اخر مباراه متعادل مع فاركو. الاسماعيلي اخر مباراه هزم من سيراميكا، ويعني يمكن كابتن ايهاب جلال يحاول يفك عقده نادي الزمالك، يعني انه ما فازش عليه من 2019 كمدرب، يعني وقبل الزمالك مرات كتير قوي كمدرب مع فرق مختلفه، يعني من 18 مباراه فاز منهم اربعه. اتمنى نشوفها مباراه قويه تليق بالفريقين، يعني بتوقع انه الاقرب للفوز النهارده هيكون الزمالك. الزمالك سكواد اقوى بعيدا عن الترتيب في الدوري، المراكز اللي هما الاثنين موجودين فيها لا تليق بالاثنين، ولكن بتوقع الافضليه هتكون للزمالك. صحيح. طيب هيكون في مباراه برضو بكره في غايه الاهميه بالنسبه للنادي الاهلي، قولي لي شايفه اللقاء ده قصاد طلائع الجيش، شايفه اللقاء ده هيكون عامل ازاي، وهل طلائع الجيش هيكون عنده فرص قصاد النادي الاهلي؟ النادي الاهلي اللي اكيد يعني بيحارب على اي نقطه في الوقت الحالي، لان خسارته اي نقطه اكيد بتعني انه ممكن يفقد الصراع على التتويج بالدوري الموسم الحالي. يعني خليني اقول لك انه بما ان المنافسه شرسه بين الاهلي وبيراميدز، فالاهلي فعلا زي ما قلتي محتاج الثلاث نقاط من كل مباراه. المباراه مش هتكون صعبه بالشكل القوي على الاهلي، لانه الاهلي ملاعب طلع الجيش الاسبوع اللي فات، فمذاكره طريقه لعب عبد الحميد بسيوني وفريق طلع الجيش مش هتكون بالصعوبه لو هيقابل فريق تاني. يعني هو فاز عليه الاسبوع اللي فات 4-1، ودي كانت نتيجه كبيره باربع اهداف، يعني انه يسجل اربع اهداف في فريق، واعتقد كمان دي هتخلي لعيبه طلائع الجيش نازلين المباراه وهم قلقانين شويه من المباراه اللي فاتت. يعني الافضليه ممكن تكون لكولر، برضو بتوقع يعني مباراه مش هتكون سهله تماما. مش متوقعه ان مارسيل كولر هيحاول ان هو يريح بعض اللعيبه في سيستم التدوير بتاعته، خاصه ان احنا في عندنا او ان هو عنده لقاء في غايه الاهميه قصاد بيراميدز بعد كده. كولر بيتبع سياسة الروتيشن دي بين اللعيبة، بس ما ظنش انه هيستخدمها بكرة. يعني هو محتاج الثلاث نقط، محتاج يثبت تشكيلة على الأقل الفترة عشان ياخد الثلاث نقط بتاعت المباراة. هو عنده مباراة قوية، بس لعيبة الأهلي تعودت على الضغط وتعودت على انه المباريات بتكون ما فيش بينها وقت طويل. يعني صحيح، اتفق معاكي جدا، ولكن في النهايه فالنادي الاهلي يمكن بيمتلك ثلاث فرق مش فرقتين، طبعا سكواد الاهلي قوي جدا، الاهلي دكه فريق تاني اللي هو على اعلى مستوى الكواليتي الحقيقيه بالنسبه للعيبه اللي موجودين في النادي الاهلي، يعني كل لاعب فيهم ممكن يكون نجم لفريق في الدوري المصري الممتاز. طيب اتكلمنا عن الصراع على الدوري وعلى اللقب في الموسم الحالي، واتكلمنا كمان عن الصراع في الهروب من الهبوط بالنسبه للانديه الموجوده في قاع الجدول. خلينا نتكلم بقى بشكل عام عن التنافس وشكل التنافس في الدوري المصري الممتاز في الموسم الحالي. شايفه المنافسه اقوى من الموسم اللي فات؟ اقوى، بس هي ظروف الدوري اللي عشان استثنائيه ومؤجلات واحداث كتير هي اللي خلت الناس مش مستمتعه او مش حاسه بده. ولكن لا، المنافسه السنه دي اقوى. بيراميدز بينافس بقوه، يعني احنا كنا متعودين انه معظم الفرق غير الاهلي والزمالك نفسهم قصير في المنافسه، بيجوا في وقت معين بيقعوا ويبدا نزيف نقط، فيبقى الاهلي والزمالك متصدرين والمنافسه بينهم. السنه دي لا، السنه دي بيراميدز مصمم يعمل حاجه، مصمم، يعني هو السنه فاتت كان في المركز الثاني، بس اعتقد السنه دي بيراميدز مصمم انه يعمل حاجه، فالمنافسه شرسه. ده هيخلي الاهلي مفيش تهاون، المنافسه بين الاثنين بين الفريقين زي ما قلنا، الباقي اعتقد بعيد، لانه بقيه الفرق مشكلتها في الاستمراريه. يعني المصري، مودرن سبورت، سموحه، زد ام بي، كل الفرق دي عامله موسم كويس، ولكن مشكلتهم في الاستثماريه، ما تقدريش تتوقعي انه معدي بيفوز على كله. بعكس بيراميدز السنه دي، بيراميدز بيعمل ريمونتادا كده في كل الماتشات، ممكن تلاقيه مثلا زي مباراه المقاولين لحد الدقيقه 60 بيراميدز متاخر بهدف، الدقيقه 67 بيراميدز متقدم بثلاث اهداف. ويمكن هي دي المتعه الحقيقيه بالنسبه لكره القدم للمشاهدين.
المشاهدين ان انت ما تكونش عارف حتى الدقائق الاخيره. صح. وكمان حتى الجولات الاخيره من الدوري. صح. مين هيكون هو صاحب اللقب ده بيعمل سسبنس اكتر وبيخلينا كده نفتكر الدوريات الكبيره زي الدوريات زي دوري البريمير ليج زي الدوريات الاوروبيه الخمسه الكبار كلهم اكيد لغايه الجولات الاخيره ما بيكونش عارف ابدا مين اللي هو هيكون صاحب اللقب ومين هيقدر ان هو يعني يكون بيحصل على لقب الدوري في هذا الموسم. مشكور جدا يا سمر نورتينا النهارده اكيد في صباح اون تايم ان شاء الله يكون لنا لقاءات كثيره ثم هو قادم من حلقات اكيد نورتينا. مشاهدينا بنوصل لنهايه حلقتنا النهارده مع حضراتكم. اشوفكم ان شاء الله بكره في حلقه جديده في نفس التوقيت الساعه 10 صباحا.